عسيبة مرحبا بكم، أنا محمد علي أستاذ الرياضيات اللي باش يتابعكم إن شاء الله في مراجعة السنة التاسعة أساسي. باهي لهنا في المراجعة الصيفية هذه باش نعملوا 26 ساعة، هما 13 حصة، كل حصة بساعتين. باش نشوفوا فهم خمسة دروس، الدرس الأولاني هو التعداد والحساب، مجموعة الأعداد الحقيقية R، والعمليات في مجموعة الأعداد الحقيقية R. ثلاثة دروس هذوما هما موضوع الثلاثي الأول في السنة التاسعة أساسي. إذا نمشيو للهندسة، لهنا فما زوز دروس في الهندسة اللي هو التعيين في المستوي ومبرهنة طالس وتطبيقاتها. إذا لهنا باش نقراو الكور مع بعضنا، باش نفسر لكم الكور إن شاء الله، ونخدموا عليه زادة تمارين باش أنت إن شاء الله كي تدخل في سبتمبر للعام الجديد تلقى روحك حاضر وعندك فكرة على الدرس. نعطيكم فكرة سريعة، لهنا التعداد والحساب هو يذكرنا أولا بقابلية القسمة اللي نعرفوها، شفناها قبل على 2 4 على 25 على 9 على 3، ومن بعد نتعداو لحاجات أخرى باش هنا باش نشوفوا مبرهنة اسمها مبرهنة جوس، باش نشوفوا فيها قابلية القسمة على 6 اللي نحن ما شفناهاش جملة قبل، وقابلية القسمة على 6 وعلى 12 وعلى 15. جيست لهنا يعني فكرة صغيرة جملة لهنا، نعرف الناس كل اللي 6 هي 2 ضرب 3، إذا نجم نعطيكم القاعدة من تو، باش عدد يقبل قسمة على 6 يجب أن يقبل قسمة على 2 و3 في نفس الوقت، وتو نشوفوا علاش. كي نمشيو ل 12، ل 12 نجم نكتبوها 6 ضرب 2، والنجم زاد نكتبوا ل 12 3 ضرب 4. لهنا واحد يتساءل زعما باش نقول لكي عدد يقبل قسمة على 12 هل يجب أن يقبل قسمة على 6 و2 في نفس الوقت أو 3 و4 في نفس الوقت؟ نقول لكم لهنا الإجابة الصحيحة هي 3 و4 في نفس الوقت، 6 و2 لا. علاش؟ لأنه العدد 18 مثال يقبل قسمة على 6 وأيضا يقبل قسمة على 2 ولكنه لا يقبل قسمة على 12. دونك القاعدة الصحيحة لهنا باش عدد يقبل قسمة على 12 يجب أن يقبل قسمة على 3 و4 في نفس الوقت. يمكن هنا أن نلاحظ شيئا، أن 3 و4 أوليان فيما بينهما، بينما 6 و2 ليس أوليان فيما بينهما. لهنا نذكركم شو معناها عددان أوليان فيما بينهما، أي أن القاسم المشترك الوحيد لهما هو واحد. هذا بصفة عامة شو باش نشوفوا في التعداد والحساب، بالطبيعة مع حاجات أخرى برشا. لأن مجموعة الأعداد الحقيقية والعمليات في مجموعة الأعداد الحقيقية R، لأن المجموعة هذه أول مرة نشوفها، نحن في السنة الثامنة أكبر مجموعة شفناها هي Q. نعلم جيدا أن D محتوت في Q و Z محتوت في D، وطبعا N مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية محتوت في Z. هذا التسلسل اللي نحن نعرفه. دونك أكبر مجموعة شفناها هي كيو اللي هي مجموعة الأعداد الكسرية النسبية، يقول نسبية يعني فيها موجب وفيها سالب. ظننت فما مجموعة أخرى أكبر منهم الكل اللي هي المجموعة R، على سميت بR لأنه الأعداد حقيقية يعني لنومبر غيال. وتنشوفوا كيفاش باش نكتشفوا المجموعة هذه مع بعضنا. وعلى فكرة من نوفيماني حتىش للباك والا الفاكولتي ولا وين تحب بنتي، لهنا باش نتعاملوا اكثر مجموعه باش نتعاملوا معها هي مجموعه الاعداد الحقيقيه R. باش نشوفوا العمليات في مجموعه الاعداد الحقيقيه R، شو معنى العمليات؟ يعني العمليات الاربعه المعروفه اللي هي الجمع الطرح الضرب القسمه، علما وانه الدرس هذا راهو يتعاود هو نفسه في البريمراني سكوندار. اذا نمشيو نحكيو على الهندسه، لهنا بالنسبة للهندسة مش نركزوا على زوز دروس، فما مبرهنة طالس وتطبيقاتها، وما أدراك ما هذا الدرس، درس مشهور ياسر ومعروف، والتعيين في المستوي. التعيين في المستوي نحن خذينا عليه فكرة في النوبيا في الويكيماني بيتو، خذينا المحور الأفقي هذا هو محور الفاصلات وندرجه هكذا موجب وسالب، وأيضا المحور العمودي هو محور الترتيبات، عادة أصل معين تسمى O، هذه E
على محور الفاصلات وجي على محور الترتيبات. هنا نجم نقول خلينا حالة خاصة اللي محورا الإحداثيات أو إي و جي يتسماو محورا الإحداثيات، خذناه متعامدين مش ديما متعامدين، نجم يكون متقاطعان فقط. عمناو خذينا نقطة على سبيل المثال أم، إذا الفاصلة تقرأ على محور الفاصلات، إذا نقوم ب إسقاط النقطة أم على محور الفاصلات ونقرأ هذا العدد، هذا العدد هو 2، إذا الفاصلة 2، والترتيبة هنا أيضا نسقط النقطة أم على محور الترتيبات ونقرأ العدد 1، إذا فاصلة النقطة أم هي 2 وترتيبتها 1، نقول أن أم ذات الإحداثيات 2 1، هكذا تقرأ، ما نقولوش 2 و1، تقرأ 2 1. شفنا مناظرتها بالنسبة لمحور الترتيبات كم سيكون يعني إحداثياتها، أيضا مناظرتها بالنسبة لمحور الفاصلات إحداثياتها ستكون كم، وأخيرا شفنا مناظرتها حسب التناظر المركزي حسب مركز المعين أو. هذا الكل باش نذكر به في التعيين في المستوي وأيضا في أشياء أخرى جديدة بالطبيعة. ولا هذا هو كما قلت لكم، المراجعة تستمر ل 26 ساعة، أنا حطيت 26 ساعة، يعني درست الخمسة دروس هذه، قلت اللي 13 حصة، كل حصة بساعتين، تكفي إنه التلميذ مش يتعرف فقط على الدرس ولكن ينجم حتى يتمكن منه. دونك الدروس باش تكون هكا أونلاين بالطريقة هذه، تابعوني بكراساتكم بالكتب زاده باش تسحقوها في التمارين، وهكذا نكونوا مستعدين بالباهي للسنة المقبلة. ولا هذا هو حبيت أقول لكم في الأخير، إن شاء الله موفقين، وفي صورة يعني رغبة التلميذ باش يشترك يبعث لنا على ميسنجر صفحة الفيسبوك تفوق، أو في كومنتير بعد الفيديو هدايا، ومرحبا بكم جميعا وبالتوفيق.